السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نتعرف معكم على أسماء الفنانين الحقيقية، بعضهم لن يخاطر على بالك. يسرى، الاسم الحقيقي سفيان حافظ نسيم. موسي، الاسم الحقيقي صفي ناز مصطفى قدري. رغدة، الاسم الحقيقي رغداء محمود نعناع. آثار الحكيم، الاسم الحقيقي آثار الحكيم محمود. ألهام شاهين، الاسم الحقيقي ألهام السيد أحمد شاهين. عفاف شعيب، الاسم الحقيقي عفاف أحمد شعيب. نادية الجندي، الاسم الحقيقي نادية محمد عبد السلام. شمس البارودي، الاسم الحقيقي شمس الملوك جميل البارودي. ماجدة الخطيب، الاسم الحقيقي ماجدة محمد كامل الخطيب. معالي زايد، الاسم الحقيقي معالي عبد الله المنياوي. نيلي، الاسم الحقيقي نيلي أرتين كالفيون. ميرفت أمين، الاسم الحقيقي ميرفت محمد مصطفى أمين. ليلى طاهر، الاسم الحقيقي شوريت مصطفى فهمي. مديحة كامل، الاسم الحقيقي مديحة كامل صالح أحمد. ناهد شريف، الاسم الحقيقي سميحة زكي إنيول. نجلاء فتحي، الاسم الحقيقي فاطمة الزهراء حسين أحمد فتحي. نبيلة عبيد، الاسم الحقيقي نبيلة محمد أحمد عبيد. زيزي البدراوي، الاسم الحقيقي فدوى جميل عبد الله البيطاري. سهير رمزي، الاسم الحقيقي سهير محمد عبد السلام نوح. لبلبة، الاسم الحقيقي نوشكا مانوش كوبليون. شيكار، الاسم الحقيقي شيكار إبراهيم توب سكال. سعاد حسني، الاسم الحقيقي سعاد محمد حسني البابا. هند رستم، الاسم الحقيقي هند حسين محمد باشا رستم. إيمان، الاسم الحقيقي ليلى ياسين. سميرة أحمد، الاسم الحقيقي سميرة أحمد إبراهيم. هدى سلطان، الاسم الحقيقي بهيجة عبد السلام عبد العال. برلنت عبد الحميد، الاسم الحقيقي نفيسة عبد الحميد حواس. فاتن حمامة، الاسم الحقيقي فاتن أحمد الحمامة. مديحة يسري، الاسم الحقيقي هنوم حبيب خليل. ماجدة، الاسم الحقيقي عفاف علي كامل الصباحي. رجاء عبده، الاسم الحقيقي اعتدال جورج عبد المسيح. نادية لطفي، الاسم الحقيقي بولاء محمد مصطفى شفيق. ليلى مراد، الاسم الحقيقي ليلان زكي مراد مرتاخي. صباح، الاسم الحقيقي جونيت جرجس فغالي. نور الهدى، الاسم الحقيقي إكسندر نوكال بدران. رقية إبراهيم، الاسم الحقيقي روشيل إبراهيم لايفي. شادية، الاسم الحقيقي فاطمة أحمد كمال شاكر. تحية كاريوكا، الاسم الحقيقي بدوية محمد كريم علي السيد. ليلى فوزي، الاسم الحقيقي ليلى محمد فوزي إبراهيم. كاميليا، الاسم الحقيقي ليلان فيكتور ليفي. سامية جمال، الاسم الحقيقي زينب خليل إبراهيم. شكرا لكم، ودي كانت آخر نهاية حلقتنا. ما تنسوش تدعمونا بأكثر أعداد لايك والاشتراك في القناة.